أعزائي المشاهدين، اخترنا أن نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق، عن شخصية فريدة أو تفردت ببعض الريادات التي لم يسبقه إليها أحد. ذلك أنه أول أو هو الوحيد بين أهل عصره من العراقيين فاز بجائزة دولية في كتابة التاريخ. ذلك هو العلامة السيد الشيخ محمود شكري الآلوسي، الذي اشتهر بفوزه بجائزة المستشرقين في لجنة المستشرقين في ستوكهولم في السويد، واشتهر بعلمه وبكثرة مؤلفاته وبأهمية هذه المؤلفات. لم يكن سهلا أو واردا أن يفوز إنسان درس وفق الطرق التقليدية الشائعة في بلاده الشرقية الإسلامية بجائزة رفيعة عالمية تخصصها لجنة دولية في السويد. كان هذا الرجل هو الفائز بهذا، وهو الفائز بالشهرة من بعد هذا، وسيرته جديرة بأن نلقي عليها بعض الضوء لما تستحقه من اهتمام، وربما ما يمكن أن تشكل قدوة لكثير من الباحثين في زماننا هذا. السيد محمود شكري الآلوسي الذي عرف بالعلامة واشتهر بهذا اللقب، كان عالما حقيقيا يعني. ولد في بغداد في عام 1273 هجرية، يعني أواخر القرن التاسع عشر، ودرس على يد علماء كبار من أسرته، لأن الأسرة الآلوسية كما تعلمون كانت واحدة من أبرز الأسر العلمية في بغداد في القرن التاسع عشر، بل وحتى بدايات أو حتى النصف الأول من القرن العشرين. كان جده هو أبو الثناء الآلوسي المفسر الشهير الذي فسر القرآن الكريم في موسوعة كبيرة سماها روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، كتاب عظيم طبعه من خلال ابنه نعمان في القاهرة، ولقي انتشارا واسعا في العالم الإسلامي. أبوه كان عبد الله الآلوسي عالم نابه من علماء بغداد. عمه الكبير السيد نعمان خير الدين كان عالما مكثرا في الكتابة وعميق البحث فيما كتب، كان عالما مشهورا وله كتب كثيرة، جلاء العينين في مقارنة بين الأحمدين، وله مؤلفات كثيرة جدا، وكانت له علاقاته الواسعة مع علماء عصره من الشاميين والمصريين وغيرهم. هذه الأسرة كانت منفتحة، تميزت بانفتاحها على علماء عصرها من غير العراقيين أيضا، ليس من العراقيين وحدهم. نشأ على أي حال محمود شكري الآلوسي في مثل هكذا بيئة علمية منفتحة، ودرس على أيدي أولئك العلماء، لا سيما عمه نعمان خير الدين الذي كان ولوعا بجمع الكتب والمخطوطات، وكان يعني يحصل على المخطوطات من خلال رحلاته إلى الشام وإلى مصر ومن أماكن مختلفة أخرى، حتى كون مكتبة مشهورة كانت ربما أول مكتبة عامة في بغداد، وهي المكتبة النعمانية، وألحقها ووقفها على جامع المرجان، جامع ما كان يعرف قديما بالمدرسة المرجانية، وصار يعني من شرط وقفيته أن يستفيد منها كل من أراد علما، وبالتالي كانت هذه يعني النواة الأولى لأول مكتبة عامة كما ذكرنا. في هذه البيئة درس السيد محمود شكري، وبدأت مواهبه العلمية والأدبية بالتفتح على ثقافة جديدة أخذت تفد إلى وطنه، فضلا عن
كتب المنهجية يعني في مجال التفسير واللغة والعلوم الشرعية الأخرى، ذلك أنه عاصر عهداً جديداً وهو عهد الطباعة، فقرأ ما كانت يعني تقذفه المطابع في اسطنبول وفي بلاد الشام وفي القاهرة، لا سيما مطبعة بولاق ومطبوعاتها الشهيرة كانت يعني التي بدأت تصل إلى سوق الكتاب في بغداد، أو ينقلها من يذهب إلى تلك البلاد، فنوعت من ثقافته وزادته انفتاحا على ما ألفته بيئته العلمية في ذلك العصر. مما عني به يعني السيد محمود شكري الدراسة التاريخية شغلت منه اهتماما، مع أنه كان عالما في الفقه وفي التفسير وفي غير ذلك، ولكن عني بالتاريخ بعناية خاصة، وكان هذا الاهتمام يعود سببه إلى الأهمية المتصاعدة لمدينته لبغداد. يعني هؤلاء لم يجدوا في بغداد الصورة الكئيبة التي كانت عليها المدينة، يعني أسوار مهلهلة ومدينة تعوزها كثير من الخدمات، ولكن نظروا لها كرمز لحضارة عظيمة سابقة، ونظروا إلى تاريخها بأنه يعبر عن شخصية مهمة وعن ثقافة وعن دور أدته هذه المدينة، كما ذكرنا قبل في الحلقة السابقة عن السيد حسون البراقي. هو لم يؤرخ للنجف في زمانه فحسب، وإنما أرخ للنجف في تاريخها باعتبارها تمثل مركزا حضاريا سابقا وإرثا عزيزا وأهمية ثقافية. يعني هؤلاء قدروا أهمية مدنهم وأخذوا يكتبون عن تاريخها ليس كما هي في زمانهم فحسب، وإنما كما باعتبارها تمثل إرثا حضاريا كبيرا. كذلك كان السيد محمود شكري أخذ يهتم بتاريخ بغداد، فألف موسوعة في تاريخ بغداد سماها أخبار بغداد وما جاورها من البلاد. هذه الموسوعة في 3 مجلدات، الأول في التاريخ العام لمدينة بغداد، ولكننا نلاحظ فيما كتب أنه لم يعنى بالتاريخ السياسي كما يفعل المؤرخون في بدايات كتاباتهم عن مدينة ما، لم يعنى بالتاريخ السياسي، ولكن عني بالتاريخ الحضاري، فسجل معالم بغداد التاريخية، يعني جرد كل ما وصلت إليه يده من مصادر بلدانية وتاريخية، وصنع معجما بأسماء تلك المعالم التاريخية من المساجد والربط والمدارس والقصور والأنهار وغير ذلك، فقدم لنا موسوعة، عمل موسوعي يعني يؤرخ لكل تلك المعالم. ثم أنه ألحقه بجزء آخر سماه المسك الأذفر في تراجم علماء القرن 12 و13. المسك الأذفر هو تاريخ الأشخاص البغداديين، يعني هناك تاريخ المعالم، هذا في تاريخ العلماء، أرخ للعلماء الكثر الذين ظهروا وبرزت مواهبهم وعلمهم في مدينة بغداد خلال القرنين 18 و19. وكتابه هذا يعني من حظه أن حقق أخيرا تحقيقا جيدا، وكتابه الأول الذي هو عن معالم بغداد أيضا يعني أسعدنا القدر بأننا وقفنا على مخطوطاته، لم يكن منشورا، حققنا هذا الكتاب على ضوء هذه المخطوطات، ونشر مرتين قبل عقد وأقل من عقد. بقي كتابه الثالث وهو في تاريخ مساجد بغداد وسقاياتها ومعالمها في زمانه، ليست المعالم القديمة في العصور السابقة العباسية، وإنما كما رآها في زمانه، وهذا حقيقة تبع فيه منهجا جميلا ورائدا
في بالنسبة إلى أهل عصره في الأقل، هو أنه كان يعمد إلى زيارة تلك المنشآت ويسجل ما عليها من كتابات أثرية. هذه الكتابات فقدت مع مرور الزمن، ضاعت، وبقيت تلك الكتابات التي سجلها تكشف عن تاريخ تلك المعالم. وهذا منهج علمي أقرب أن يكون من داخل في مجال الآثار، علم الآثار. كان يعني حريصا على أن ينسخ ما على هذه المعالم من كتابات وأبيات شعر قيلت في تاريخ هذه السقاية وفي تلك المدرسة أو ذلك المسجد وغير ذلك. وكتابه هذا يعد أول كتاب في تاريخ مساجد بغداد ومعالمها في العصر الحديث. هذه الموسوعة المسمات أخبار بغداد وما جاورها من البلاد حقيقة بعد أن اكتمل أمر تحقيقها كاملة أصبحت اليوم المصدر الأساس لمن يؤرخ لمدينة السلام، ليس في العصور التليدة في عصر تأسيس هذه المدينة وما بعد ذلك في العصور العباسية، وإنما حتى زمانه. يعني هو لم يؤرخ للقصور التي ورد ذكرها في مصادر التاريخ العباسي، وإنما أرخ لنا وقد انفرد بذلك شكل القصور كما كانت تبنى في زمانه. يعني عرفنا طراز البيت البغدادي وما كان يضمه من معالم ومرافق وغير ذلك من خلال كتاباته، عرفنا بصورة بغداد في القرن التاسع عشر كما لم يفعل أحد إلا بعض السائحين الذين كانوا يفدون إليها بين حين وآخر. وحتى هؤلاء جاءت كتابات محمود شكر الآلوسي دقيقة وواضحة وموفية بالغاية العلمية. كل ذلك ربما يرجع إلى الذهنية العلمية التي نشأ عليها هذا العالم. كان إنساناً حقيقة رغم أنه كان يعيش في جو صوفي، يعني البيئة الصوفية كانت ما تزال قوية في زمانه في أواخر يعني القرن الثالث عشر الهجرة أو التاسع عشر الميلاد، كانت لا تزال الجو الصوفي هو السائد، ومع ذلك كان عقلانياً، يعني كان يغلب عليه النزعة العقلانية، وكتب رسائل في الرد على بعض تلك الممارسات الموروثة والتي رأى أنها بعيدة عن التعاليم الإسلامية الصحيحة. مثلاً كان الناس البغداديون قد اعتادوا أن يزوروا مدفعاً قديماً جاء به السلطان مراد الرابع واستخدمه في استرجاع مدينة بغداد عام 1638، وكانت قبل ذلك بيد الصفوي. هذا المدفع وضع في وسط ساحة الميدان قريب من وزارة الدفاع، وكان وزارة الدفاع اليوم، وقبل ذلك كانت يعرف موقعها بقلعة بغداد. وكان الناس يحبون هذا المدفع ويأتون بأولادهم حديثي الولادة ويدفعون برؤوسهم الصغيرة في سبطانة في فوهة هذا المدفع ويتبركون بذلك. كانت هذه عادة قديمة في بغداد والناس يعني اعتادوا عليها، لم يكن تم طفل في بغداد إلا وقد وضع رأسه جمجمته في فوهة هذا المدفع. فرد محمود شكر الآلوسي وربما أول من انتبه إلى ضرورة التخلص من هذه يعني العادات التي لم ينزل بها السلطان، فكتب رسالة سماها القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع. ومثل تلك الآراء والردود التي نمت عن عقلانيته ووعيه في تلك الفترة، أعلنت لجنة المستشرقين في جامعة ستوكهولم عن مسابقة دولية لأحسن كتاب يؤلف في تاريخ العربي قبل الإسلام. يعني هذه الدعوة برعاية الملك السويد، وهذه الدعوة تلقفها المستشرقون في أنحاء العالم كما تلقفها السيد محمود شكر الآلوسي، وربما هو أول وهو الوحيد الذي اهتم بها ووصلته مثل هكذا إعلان عن هذه المسابقة. ف
فانصرف إلى كتابة كتاب موسوعي بالغ الأهمية تحت عنوان بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، وهو أول، وهذه ريادة أخرى تحسب له، أول من كتب في تاريخ العرب قبل الإسلام في العصر الحديث. يعني لم يكتب أحد عن هذا الموضوع لأنه كان يعد تاريخاً للجاهلية، وإذا كان أحد قد أشار إلى هذه الفترة فأشار إليها ضمن أسباب النزول، أسباب نزول الآيات القرآنية الشريفة، يعني ربما عرج على بعض الشؤون المحدودة يعني التي لها تعلق أو التي توضح بعض أسباب نزول الآيات يعني. لكن أن يفرد مؤلف كتابا موسوعيا في 3 مجلدات ضخمة في تاريخ العرب قبل الإسلام كان ذلك أمرا فريدا من نوعه، غير مسبوق على الإطلاق، ليس على مستوى وطنه العراق وإنما حتى على المستوى العربي، يعني مستوى البلاد العربية الأخرى، لم يسبق أن يؤلف كتاب بهذه الضخامة وهذه الموضوعية وهذه الدقة. أحصى فيه واستقصى يعني آلاف من النصوص وراجع مئات من المصادر، معظمها كان خطيا في زمانه، انظروا إلى الأهمية يعني، ولم يرجع إلى مكتبة قد صفت الكتب فيها مطبوعة أنيقة على الرفوف، وإنما بحث عن المصادر في خزائن المخطوطات وبعضها في خزانته الشخصية الحافلة، وألف من تلك الكمية الهائلة من النصوص التي جمعها فصولا ومباحث متسقة يعني تربط بينها علاقات منطقية بما يحقق هذا العنوان تاريخ العرب قبل الإسلام، وعنوانه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، وهو المقصود به أحوالهم قبل الإسلام. تحدث عن جغرافية بلادهم، وتحدث عن عاداتهم الاجتماعية ومعتقداتهم، وتحدث عن دياناتهم وعن تقاليدهم، وتحدث عن آدابهم وعن عادات قبائلهم، وحقيقة أفاض في الحديث عن قبائلهم وشعبهم وغير ذلك. لم يعني حقيقة هذا الكتاب ظل يعني باقيا صامدا أمام الباحثين يرجعون إليه إلى العصر الفترة المعاصرة حينما ظهرت كتب جليلة، من أهمها كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للمرحوم الدكتور جواد علي. قبل هذا كان كتاب بلوغ العرب يمثل المصدر الأساس والمرجع الأساس للباحثين في هذا الموضوع المهم. كانت هذه ريادة حقيقة قدرتها لجنة المستشرقين في ستوكهولم ومنحته جائزة هذه المسابقة، وأدى هذا الفوز إلى اشتهار أمر هذا العالم البغدادي حتى لم يبقى أحد إلا وسمع به، وكان حضوره أو اسمه حاضراً في المؤتمرات العلمية التي كانت تعقد في أوروبا وفي غيرها مما يبحث في تاريخ العرب قبل الإسلام. وحقيقة يعني مما يسجل للسيد محمود شكر الآلوسي أنه درس عدداً مهماً من الرجال الذين سيكون لهم شأنهم فيما بعد يعني في تاريخ العراق، يعني كان يمثل مدرسة علمية أفادت أبناء عصره والعصر التالي يعني حتى في العهود التالية. حاول بعض الحاسدين يعني أن يلقوا به في متاعب أو ربما أن ينفوه إلى في أثناء الحرب العالمية الأولى، ولكن حب الناس له حال دون نفيه، فعاد إلى بغداد ليستأنف البحث والعلم ويتفرغ له. يعني حقيقة سيرة محمود شكر الآلوسي جديرة في كل تفاصيلها إلى أن تكون نموذجا للعالم العراقي الذي استطاع أن يتجاوز تخلف عصره ومحدوديته لأن يكون عالماً عالمياً إذا جاز التعبير، ولنا حديث في حلقة مقبلة إن شاء الله.